سؤال يطرح عليا بزاف، شكون هي التأشيرة اللي راهم يمدوا فيها بزاف حاليا واللي تنصح بها اي واحد خويا رشيد بالنسبه لفيزا شنغن؟ حاوتي كما قلت لكم وراني ديما نعاود في هذا السؤال وراه بزاف يجيني. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو راح نجاوب على بزاف اسئله. ماذا بيا خوتي تشاهدوا معنا الفيديو حتى الاخير، كاين بزاف لي في قلبه سؤال وربما بعث لي وما قريتوش كذا، بعث لي في كومنتير، مي دوكا راني راح نجاوب على الاسئله المهمه في هذا الفيديو الطويل. ماذا بيا خوتي تشاهدوه فرجوا تفهموا تدوا بزاف لي زانفورماسيون باش ما توقعوش في الاخطاء. وكذلك خوتي كيما نقولوا حنا بالنسبه للناس اللي ما جاوبتهمش ان شاء الله راح نجاوبهم هنايا في هذا الفيديو. ديروا نجام خوتي بارك الله فيكم. وكما قلت لكم يعني الفيزا اللي راهم يمدوها بزاف حاليا اللي هي تاشيره اسبانيا، يعني اسبانيا راهم يمدوا لدرجه ما تصوروش خوتي، يعني راهم بزاف ناس يمدوا لهم وخصوصا اللي راهم دايرين دوسي تاعهم ريغلومونتير، يعني مش واحد يروح يشري دوسي وبعد يدفع يعطوا له الرفض. اللي راهم دايرين دوسي تاعهم مريكل راهم يمدوا لهم خوتي في الفيزا تاع اسبانيا، وكذلك فرنسا ثاني راهي تمد مليحه، المانيا راهي مليحه خوتي، يعني حاولوا جربوا ادفعوا لهذو تاع الدول ان شاء الله خوتي فيها خير. ولي يعطوا له موتيف ديس خوتي ما يتقلق ما والو، موتيف ديس اي واحد يمدوه له يعني عندهم لا شارج بزاف ودوسي تاعك راهو مليح. وكان جا يعني كيما نقولوا حنا مشكل واحد اخر راهم يعطوك موتيف واحد اخر، المهم ما تقلقوا ما والو خوتي، ادفعوا لهذو ثلاث دول اللي قلت لكم ان شاء الله خوتي فيها خير. السؤال الثاني خوتي اللي طرح عليا بزاف، يسقسوني ناس يقولوا لي خويا رشيد حنا حاليا سجل تجاري جديد، اسكو نقدروا ندفعوا به للشنغن وتركيا ولا لا؟ خوتي اي واحد يحل سجل تجاري جديد ما يقدرش يدفع به للشنغن، لازم يكون على الاقل عندك عام داير عليه الحول، عندك عام تقدر تدفع به فيزا شنغن. اما بالنسبه لفيزا تركيا يعني تدفع عليه 8 ايام تدفع به نورمال كما فيزا تاع تركيا يمدوا نورمال. اما بالنسبه للشنغن لازم يدور عليه. السؤال الثالث خوتي اللي يطرح عليا بزاف، حتى سوني يقول لك خويا رشيد شحال نديروا دراهم خوتي؟ واحد يكون مثلا يستفسر شحال يدير دراهم في الكونت تاعو، يعني خوتي بالنسبة للكونت ماذا بيك ندير دينار وأورو؟ دير دينار كيما نقولو حنا دير فيه واحد 14 ولا 15 مليون وما تدخلهاش ضربة واحدة، يعني تدخلها على دفعات، يعني سمانة وانت تدخل في الدراهم، يعني كيما نقولو حنا نهار السبت تروح تفرسي في لابوست تلقاها مفتوحة السبت، يعني تفرسي نقولو حنايا 4 ملايين. بعد تزيد ثلاثة تزيد فيرسي، ومن بعد الخميس تزيد فيرسي، ومن بعد السمانة الجاية باش تخرج لو لوفي تاع 3 موان نقول لك إذا كان عندك. أما بالنسبة للكونت تاع نقول تاع الأورو ماذا بي ماذا بيك دير فيه مبلغ نقول لك هي بالنسبة للفيزا. أما بالنسبة للفيزا تاع إسبانيا ماذا بيك دير فيه 200 أورو والفول. السؤال خوتي الرابع كذلك يقول لي خويا رشيد يعني خوتي تركيا راهي زايدة غير تقلى، يعني المعيشة فيها راهي ولات خالية بزاف، يعني ما بقاتش بلاد تاع معيشة خوتي، بلاد تاع السياحة تقدروا تروحوا ديروا فيها السياحة. بالنسبة للإقامة خوتي راهي حبسوها نهائيا، يعني ما راكانش كاين الإقامة، واحد ما يكذب عليكم الله يقول لكم انا نقدر نديكم اقامه، ديروا في بالكم بلي راح نصب عليكم ويديكم دراهمكم. وهذه هي خوتي ماذا بيا نكون جاوبت على بزاف اسئله تاع خوتي العزاز بارك الله فيكم. انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.